هي الضمانات التي قدمت للرئيس هادي مقابل عودة الوفد الحكومي لمشاورات السلام في دولة الكويت؟ عندما طرحت هذه المسارات، الحوثيين وصالح لم يقدموا التزاما واضحا بمرجعيات الحوار الوطني. لماذا تأخر قرار عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ هم انكشفوا أكثر أمام الشعب اليمني لأنهم كانوا يكذبون على الشعب اليمني ويقولون نحن ذاهبين لتحقيق السلام، وليس هناك مشكلة أن نجلس حتى شهر آخر إذا كان هناك أمل للسلام. هل لديكم أموال أيضا لشراء الطاقات؟ سنفعل المستحيل لكي يكون لدينا مال. أين هو موقع محافظة تعز في أجندة الحكومة؟ ولماذا توقفت القوات الحكومية على مشارف المحافظة؟ من يتصور أن تعز سوف تستسلم هو واحد؟ لن يقبل أيضا في نهاية المطاف أن يمضي خلف رجل يدعو لإسقاط الجمهورية. هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في برنامج لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.